احنا باختصار المحاضرة الماضية عملنا العمليات الأساسية على الموديل اللي هي احنا بنطلق عليها مصطلح الكرود اللي هي الكرييت والابديت والريد والديليت. كرود كرييت ريد ابديت ديليت. طبعا احنا طبقناها من خلال انه تعرفنا على بعض الميثودز اللي بتكون على مستوى الموديل اللي انشاناه برضه المره الماضيه. احنا انشانا موديل مسمى كاتيجوري، فشوفنا احنا كيف عم ننشئ موديل من خلال كمان البي اتش بي ار بسميك موديل وبنعطي اسم لهذا الموديل، وحكينا كل موديل فعليا بيقابل جدول عندي في الداتابيز. يعني انا ما عملت موديل اسمه كاتيجوري فهو بيقابل جدول الكاتيجوريز اللي احنا عملناه من خلال الميجريشن. طبعا في اللارافيل بشكل تلقائي بتكتشف اسم التيبل من خلال اسم الموديل. يعني الموديل طبعا هنكتبه دائما بصيغه السنجل، وبالتالي تلقائيا هتعرف انه اسم التيبل هيكون كاتيجوريز بصيغه الجمع. ولكن لو انا كنت مشتغل بطريقه مختلفه، يعني انا مثلا مسمي الموديل كاتيجوري لكن مسمي الجدول باسم مختلف مش كاتيجوري، مسميه مثلا اسم ثاني ملوش علاقه باسم الموديل تماما، في الحالة هذه لازم انا بشكل صريح افهم اللارافيل انه ايش اسم التيبل الخاص بهذا الموديل. من خلال احنا بنعرف بعض الكاستم بروبرتيز على مستوى الكلاس تبع الموديل. في عندي بروبرتي خاصه بالتيبل عشان احدد اسم التيبل بشكل صريح، في عندي البروبرتي خاصه بالبرايمري كي عشان احدد اسم الحقل تبع البرايمري كي بشكل صريح، لانه باي ديفولت اللارافيل بتعتبره اي دي. لكن لو انا كنت مستخدم اسم ثاني وهذا وارد، او انه انا اشتغل على داتابيز جاهزه او استخدم مسميات غير، فانا عندي الامكانيه اني اوضح هذه المعلومات داخل الموديل. تمام، عندي الكي تايب باي ديفولت بيكون انتجر، فانا ممكن اغير النوع هنا. الانكريمنتنج هذه معناته انه البرايمري كي تبعي عباره عن اوتو انكريمنت كي، يعني قيمته تلقائيه، فهي باي ديفولت برضه بتكون التو. فانا في اي لحظه بدي الغي موضوع الانكريمنتنج، يعني انا عامل جدول بيحتوي على اي دي، والاي دي بس مش اوتو انكريمنت، انا بدخل قيمته بنفسي. فانا لازم نحدد الانكريمنتنج من ترو لفولس. التايم ستامبس احنا شفنا لما انشانا ملفات الميجريشنز كنا نضيف فقول التايم ستامبس اللي هي الكريتد اد والابديتد اد. وبالتالي لو انا مثلا الجدول تبعي ما بيحتوي على هذه الحقول، انا ما ضفتهم في الجدول، تمام، فانا باجي على التايم ستامبس وبعطيها فولس. طبعا هي الديفولت ترو، يعني بيفترض انه انت مفعل التايم ستامبس. اخر شغلتين شفناهم برضه موضوع الاسماء بتاعت الحقول الخاصه بالتايم ستامب. باي ديفولت اللارافيل بتعتبر اسم الحقل كريتد اد وابديت اد، لكن انا فعليا بقدر اغير الاسماء هذه. تمام، يعني لو انا في الداتا بيز حكينا غيرت اسمهم سميتهم باسماء غير، او عندي حقول بتمثل الحقلين هذول، فانا باجي بعرف تو كونستانت كريتد اد وابديت اد في الشكل هذا، وبحدد فيه اسم الكولوم اللي هيمثل الحقل اللي كريتد اد، وهنا بحط اسم الكولوم بيمثل الحقل اللي ابديت اد. طبعا كل القيم اللي انتم شايفينها هنا هي اصلا الديفولت فاليو، فانا حطيتها او ما حطيتها بالنسبه لل بالنسبه للارافيل انا ما غيرتش حاجه. وتكلمنا عن موضوع انه ممكن لو انا عندي اكثر من كونكشن، يعني انا عندي تو داتا بيز وعندي موديلز موجوده بتشفق على داتا بيز واحد وعندي موديل ثانيه بتشفق على داتا بيز اثنين، فاحنا يمكن فديناكم ملف الكونفج تبع الداتا بيز وحكينا في عندنا حاجه اسمها الكونكشن متذكرين، فاحنا هنا بنحط اسم الكونكشن اللي انا بدي استخدمه لهذا الموديل. طبعا باي ديفولت برضه الموديل هذا هيستخدم الديفولت كونكشن اللي بيكون معرف في ملف الداتا بيز. يعني في ملف الداتا بيز في عندنا حاجه اسمها الديفولت للتذكير مرة ثانية اللي هي في الكونفيج داتابيز والكونفيج. تمام، في عندنا الديفولت كونكشن هذا باي ديفولت هو بيعتبره مين اللي بياخده من ملف الانف او ماي اس كيو ال. فلو انا ما كنتش محدد بشكل صريح الكونكشن على مستوى الموديل فهو تلقائيا هياخد الديفولت كونكشن اللي معرف هنا. هذه الامور اللي احنا تكلمنا عنها المره الماضيه. بعد هيك دخلنا على موضوع الكنترولر واشوف كيف انا بدي اتعامل مع هذا الموديل، بما انه هو بيمثل جدول يبقى انا مفترض قادر اقرا من هذا الجدول او اخزن بداخله او اعدل على المحتوى تبعه والسلام او احذف ريكورد. فشوفنا مثلا لو انا استدعيت الميثود تبعت الاول على مستوى الموديل، فانا هيك برجع كل الداتا اللي مخزنه في الموديل هذا او فعليا اللي مخزنه في جدول الكاتيجوريز اللي بيقابل الموديل هذا. في الكريت مثلا او في الستور لسه ما وصلناش لها، او شفنا احنا انه انا بخزن هنا العمليه اللي شحنيتها. طبعا انا مسحت الكود ما بكتب الاسماء بنكتبهم
لما نيجي نعمل حاجه اسمها الماس اسايمنت، واليوم حنحكي عنها. اول حاجه هذه العمليات كلها اللي انتم شايفينها حنرجع ايش ننفذها من خلال انترفيس. احنا عملنا هنا تنفيذ من خلال كنا نستدعي الروابط بشكل مباشر، الوقت لا، حنشتغل من خلال انه حنصمم الصفحات اللي حتعمل هذه العمليات. احنا يمكن وصلنا لمرحله جهزنا الصفحه هيك بشكل سمبل، طلبنا لوكال هوست على سلاش، احنا الراوت متذكرينه ادمن على كاتيجوريز او ادمن سلاش كاتيجوريز، هذا الراوت اللي احنا عرفناه. وكنا وصلنا للمرحله هذه انه يعرض لي البيانات اللي في الجدول تبع الكاتيجوريز بالشكل هذا. طبعا استخدمنا مكتبه البوت ستراب عشان موضوع التنصير، لانه احنا مش معنيين في التصميم بقدر ما احنا بس نستخدم تصميم يناسبنا. الان بدنا نبدا نشتغل على موضوع اللي كريت نيو، مثلا رحنا صممنا الفور بس لسه ما تعاملناش مع هذا الفور. احنا بنعرف انه انا في البيانات تبعت الكاتيجوريز محتاج ادخل اسم الكاتيجوري ومين البيرنت تبعه وفين حط الديسكريبشن ضفناه، فهذول الثلاث حقول بدنا ايش اليوزر يصير يدخل قيم وانا استقبلهم. طبعا كل عمليه او كل اكشن حيتم تنفيذه داخل الميثود الخاصه فيه على مستوى الكنترولر. حكينا احنا في عندي مثلا الاندكس، هذه مثلا استخدمتها عشان اللي هي اعرض الصفحه الرئيسيه تبعت الكاتيجوريز هي صفحه الجدول. وعندي الميثود تبعت الكرييت هي فعليا عرضت لي الفورم هذا، فعشان تلاحظوا الميثود تبعت الكرييت انا بعمل فيها ريتيرن لملف فيو وببعت لها الكاتيجوريز. رحت انا استعلمت هنا عن كل الكاتيجوريز، ليش عملت الخطوه انا هذه؟ عشان احنا في ملف الكرييت في عندي السلكت بتاعت البيرنت يفترض اني استعرض فيها مين؟ الكاتيجوريز اللي ممكن اختارهم كبيرنت، لانه هيختار بيرنت من الكاتيجوريز الموجوده. فاحنا هنا عملنا جمله فور لوب، يعني احنا تمام كاتيجوريز هذه هي انا جبتها هنا، هذه هي، فانا لفيت عليهم وبديت اعرض قيمهم داخل الاوبشن تبع السلكت. طبعا خزننا في الفاليو الاي دي، لما فعليا هخزن الاي دي مش هخزن الاسم، وما بين التاج تبع الاوبشن حطينا الاسم تبع الكاتيجوري عشان هو اللي حيظهر قدامي هنا في الشاشه. وحطينا اوبشن فاضي في الاول خارج الفور ايتش هيو عشان في قصه النو بيرنت، انه هذا لما انا بدي اخلي الكاتيجوري الرئيسي ما لهوش اب صح؟ عشان هيك حطينا الفاليو تبعته حتى فاضيه اللي هي بتمثل قيمه النل تقريبا بالنسبه لنا. طيب طبعا كل حقل اللي اعطيناه اسم، احنا تقريبا استخدمنا اسماء الحقول اللي استخدمناها هي نفس اسمائها في الداتا بيز، لانه هذه حتريحنا في الشغل واحنا بنشتغل هالوقت. فهذا وصلنا المرحله الماضيه. الان بدنا نبدا ايش نتعامل مع الداتا هذه. لقيت الشخص، لقيت انا عامل فعليا عاملين صفحه الكرييت، فانا يفترض انه بمجرد ما الشخص يعمل سبميت او سيف حيصل الريكوست. طبعا اتفقنا انه هذا الريكوست حيصل على الاكشن اللي بحدده، فاحنا في الاكشن حنحط الراوت تبع مين؟ تبع الستور، تبع التخزين اللي هو ستور، اللي هو انا فعليا بكتب الكود تبع الستور في المنطقه هذه هنا في الميثود تبعت الستور. طبعا اي ريكوست هيكون بطريقه البوست بيحتوي على حاجه اسمها البادي الريكوست، عشان هيك هنا دائما اللارافيل هتروح تبعت لي الريكوست اوبجكت، لانه انا لما يصلني بوست او بوت في داتا هتكون بداخله، فكيف بدي اصل للداتا هذه؟ من خلال الاوبجكت تبع الريكوست هذا. طبعا بس نراجع مع بعض الراوس اللي عرفناهم، مش انا سويت، هنروح على ملف الراوت ونشوف ايش الراوس اللي احنا عرفناها. عرفنا راوت الجيت ادمن كاتيجوريز عشان يروح على مين؟ على الاندكس، وهي الادمن كاتيجوريز كريت عشان يروح على الكريت عشان يعرض لي الفور. تمام، خلينا جيت نعرف راوت عمليه السبميت. لما الشخص يعمل سبميت لما حيبعته بطريقه البوست مش بطريقه الجيت. طب لما نيجي نعرف هنا راوت بطريقه البوست، الراوت حيكون عباره عن ادمن سلاش categories بالشكل هذا. تمام، وين حيروح؟ حيروح على الادمن categories controller at اللي هو الميثود تبعتنا اللي اسمها store بالشكل هذا. طبعا الراوت اللي انا كتبته شبه الراوت اللي تحت، يعني الراوت البوست هو شبه الراوت الرئيسي تبع الجيت، ولكن هذا بطريقه الجيت وهذا بطريقه البوست، وبالتالي بالنسبه للارافي هذول مختلفين عن بعض، وبالتالي حيعرف انه حيروح على الميثود تبعت الستور مش حيروح على الميثود تبعت
الاندكس. يبقى انا هذا الراوت هو هحطه وين؟ في الاكشن تبع الفورم. هنا الاكشن اي فورم لما اجي اعمل سبميت احط في الاكشن الرابط اللي وين هيروح يتم توجيه الريكوست. فانا بقول له روح على هذا الراوت. طيب وقف هذول بالزبط. يعني لو خليناهم مش هيأثروا، ولو وقفناهم برضه نفس النتيجة. أجيت خلينا بس نركز في الملفات تبعتي، خلينا أوقف الشغلات هذه كلها. خلي الكرييت وخلي الويب تمام. احنا اسمها سكرنا الكنترولر، هاي الكاتيجوريز كنترولر. خلينا نجرب أول خطوة إنه أنا أحاول أعمل سبميت هالوقت للفورم هذا. هنيجي نعمل سيف تمام. أول خطوة أعطاني هذه الرسالة بيج اكسباير. إيش يعني بيج اكسباير؟ لا مش نوت فاوند، كان كتب لي 404. هنا بيقول لي البيج اكسباير، البيج يعني زي منتهية أو فيها مشكلة. هذه دائما أي خطأ لما يوصلكم 419 بيكون السبب تبعه إنه أنا، وخاصة لما أكون بعت الريكوست بطريقة البوست تمام. لارافيل كنوع من انواع الحمايه، اي ريكوست بنبعت عن طريق البوست بتبحث او بتفحص حاجه اسمها السي اس ار اف توكن. سي اس ار اف توكن ايش يعني السي اس ار اف توكن؟ السي اس ار اف هذا عباره عن نوع من انواع الاتاكس اللي بيتم اللي ممكن اي هاكر يشنها على اي موقع. اسم هذا الاتاك سي اس ار اف اللي هو كروس سايت ريكوست فورورد. فكرة الاتاك انه الهاكر بخليك انت تنفذ الضرر اللي بده هو يعمله. يعني هو مثلا بده يحذف حسابك من على موقع تمام، فبخليك انت تحذف حسابك بدون ما تحس مثلا. طبعا فكرتها انه ممكن يكون الموقع عامل اكشن معين، عامل راوت اي حدا بيستدعيه، بس عامل لوجن بينفذ هذا الاكشن. يعني مثلا انا بدي احذف حسابي فلازم اكون عامل لوجن، مظبوط؟ انا قلت لك لو بدي احذف حسابي مش هيقدر. ليش؟ لانه مش قادر يفوت على الحساب تبعي. فايش بروح يعمل؟ بروح يبعث لي مثلا رساله ايميل فيها صوره. في السورس تبع الصوره بيكون حاطط الرابط اللي بينفذ عمليه الحذف. فانت اوريدي عامل لوجن في الموقع، انت اوريدي جهازك الشخصي والبراوزر تبعك، فانت اوريدي عامل لوجن. يعني انت اوريدي فاتح الفيسبوك مثلا، فاي صفحه تفتحها وهي طالبه اي رابط من الفيسبوك فيعتبر كانك انت اللي طالبه، حتى لو كان موقع خارجي تمام. فهو بيروح يبعث لك ايميل في صوره، الصوره اللي بحط في السورس، بدل ما يحط في السورس ورابط الصوره بيحط الرابط مثلا تبع الراوت اللي بده اياه يتنفذ. طبعا بروتوكول اتش تي تي بي او البراوزر، السورس بالنسبه له عباره عن ريكوست، السورس تبع الصوره، وكانه بيبعث ريكوست للسيرفر يقول له هات لي الصوره هذه. ففعليا لما يبعث لما انا احط اي رابط في السورس تبع الايميل فعليا البراوزر بينفذ الرابط. نفذ الرابط وانا اوريدي عامل لوجن، ايش حيصير؟ حيتنفذ. اذا هيك ممكن. طبعا انت لما وصلك ايميل، وصلك ايميل فانت فتحت الايميل بطبيعه الحال تمام، والصوره البراوزر حاول يعرض لك اياها. عشان هيك حتلاقوا انتم اغلب الكلاينتس تبعون الايميل يعني زي هوت ميل او جيميل لما تكون في الرساله في صوره بتلاقيه مرات يقول لك اضغط هنا عشان يعرض لك الصوره، اذا انت واثق من مين؟ من المرسل. عشان شغله زي هذه. طيب ايش طرق الحمايه من هذا الاتاك؟ طبعا اول شغله الريكوست هذا انبعث بطريقه الجيت، يعني هذا الريكوست بيكون مبعوث بطريقه الجيت، يعني لما اكون حاطط سورس، حاطط رابط في السورس تبع الايمج، فهذا الريكوست لما انبعث للسيرفر فهو انبعث بطريقه الجيت، اول نقطه. عشان هيك اول حمايه انه اي اكشن بنفذ شيء معين على الداتابيز، حذف بيانات، تعديل شيء، يفضل ان يعمل بالبوست مش بالجيت. هاي الحمايه الاولى، هاي اول طبقه حمايه. طبقه الحمايه الثانيه اللي هو السي اس ار اف توكن، اللي هو السيرفر بنشئ توكن راندوم سترينج وبيحطه ضمن الرابط. فاذا اليوزر طلب الرابط حينبعت التوكن مع الرابط، هو حيقارن هذا التوكن مع بيكون نفس التوكن مخزنه عنده في السيشن على مستوى السيرفر. اذا تطابق التوكن بيعرف انه هذا الريكوست انا اللي انشاته، يعني انا اللي سمحت لليوزر يضغط مثلا على هذا الرابط. لانه الهاكر مش هيقدر ينشئ توكن، ولو انشا توكن مش هيقدر يخزنه عندي على مستوى السيرفر. فبصير هنا التشيك انه انا بقارن التوكن اللي وصلني في الريكوست مع التوكن اللي اوريدي مخزن عندي على مستوى السيرفر. اذا في تطابق يعتبر الريكوست فاليد، فيش تطابق يبقى في مشكله ما.
لارافيل باي ديفولت عامل، احنا اتفقنا الريكوست تبعنا بمر من خلال حاجه اسمها نسميها الميدل ويرز، يعني اي ريكوست بنبعت على الابلكيشن تبع اللارافيل بمر على مجموعه من الميدل ويرز اللي مجهزه مسبقا، واحنا لو قدام هنشوف احنا كيف ممكن احنا نضيف ميدل ويرز خاصه فينا. ففي ميدل وير خاص لعمليه التحقق انه هل الريكوست هذا بيحتوي على التوكن او لا، واذا بيحتوي عشان يقارنه مع التوكن اللي على السيرفر. طبعا وهو بيقارنوش مع كل ريكوست، هو بيقارن بيستخدم هذا الميدل وير فقط اذا كان نوع الريكوست بوست او بوت. عشان هيك لما انا تو عملت سبميت انا بعت الريكوست بطريقه البوست، اشتغل الميدل وير فحاول يفحص انه التوكن موجود. طبعا احنا فعليا مش بعتين هذا التوكن في الريكوست تبعنا، تمام؟ عشان هيك اعطاني بيش اكسباير. اذا انا وقت الحل لهذه المشكله انه اي فورم انا بعمله او اي بوست انا بدي ابعته لازم يحتوي على التوكن. طب من وين بدنا نجيب التوكن وكيف بدنا نبعته؟ عشان نجيب التوكن او نبعته بدنا نضيف في الفورم. طب احنا حتى لحظه بنشتغل على بي اتش بي كود، ما اشتغلناش بليب. فهنا في الفورم، هاي الفورم الفكره الاساسيه انه انا بضيف حقل المخفي انبوت، تمام؟ التايب تبعه هيدن مش تكست لانه ما بيجي يظهر لليوزر، والاسم تبع هذا الحقل بيكون underscore token. القيمة هي فعليا التوكن نفسه، من وين حجيبه؟ في عندنا function اسمها CSRF underscore token. فهيك طبعا بطبع ايش؟ التوكن داخل الفاليو، ففعليا هذا حقل يعتبر في الفورم. مثلا لما اجي اعمل submit للفورم حينبعت هذا حتنبعت هذه الداتا من ضمن الداتا الايش الثانيه، لكن هذا الحقل المخفي يعني اليوزر فعليا ما بيشوفه، هو هيدن يعني مش هيشوفه من ضمن البيانات بتاعت ال الفورم اللي هيعبيها. قلت لو انا عملت فيو بيج سورس، هي الحقل المخفي اللي احنا عملناه، لاحظوا ايش في داخله، راندوم تكست راندوم سترينج، هذا هو التوكن تبع السي اس ار. هذا التوكن نفسه مخزن على السيرفر، وبالتالي لما يجي الشخص يعمل سبميت اللارافيل حتقارن هذا التوكن مع النسخه اللي مخزنه في السيرفر. اذا نفس القيمه هيك الريكوست يعتبر فاليو. هو فعليا لازم نبعت، كيف بدي ابعته انا من ضمن الفورم؟ هذا لما نشتغل بليد، هذا البليد حيعمل لي هيك، البليد نفسه الاسيا صراحه حتكتب لك هذا الكود اصلا، بس هي بدل ما انت تكتبيها بنفسك هي كتبت لك اياه. هذيك بترجع الفيلد نفسه، قلت هذه نفسها لو انا جيت رحت كتبت زي شغله زي بي اتش بي برضه بس كطباعه، ورحت استدعيت فانكشن ثانيه اسمها سي اس ار اف اندرسكور فيلد مش توكن. يعني في عندي فانكشن اسمها سي اس ار اف توكن، في فانكشن اسمها سي اس ار اف فيلد، ايش الفرق بيناتهم؟ هاي ريفرش. ايش الثانيه عملت لي؟ طبعت الكود كامل. أنا هنا كتبت كود الـ HTML صح؟ وبس أخذت القيمة. اللي تحت طبعت التاج تبع الانبوت كامل. عشان هيك اسمها فيلد. طبعت لي الفيلد كامل. اللي هو هذا التاج كله. طبعا نفس الشكل طلع. بس الأول اللي فوق أنا كتبته هيو. بس أخذت قيمة التوكن لحالها. اللي تحت لا، عمل لي جنريت لكل الانبوت مع التوكن اللي في قلبه. فطبعا كاختصار بنشتغل على اللي تحت، بس هذه لو انا محتاج القيمه نفسها بدي استخدمها في مكان ما فبنستخدم الفانكشن تبعت مين؟ سي اس ار اف توكن. طبعا انا برضه وضحت هيك عشان نعرف انه هو هذا الفكره النهائيه، عباء التوكن في النهايه بنعمل عن طريق هيدن انبوت الاسم تبعه اندر سكور توكن عشان احنا نكون فاهمين التفاصيل نفسها كيف بتصير. ما هي هذه حتظبط برضه لانه احنا اوريدي اصلا ملفنا حاطينه دوت بليد، هذه عباره عن ايكو بس بطريقه البليد، احنا لسه ما تكلمناش على بليد، تمام؟ يعني هذه حتعطينا نفس الناتج هاي. طب ليش الكيرلي هذه اشتغلت؟ طب احنا في البي اتش بي بنعرف انه ما بنكتبش شيء، هذه حاجه اسمها بليد تمبليت لسه ما تكلمناش عنه،
انا بحاول برضه اوضح انه فعليا احنا الملفات بتاعتنا في الفيوز بنقدر نكتب بداخلها اكواد بي اتش بي حتى لو كانت بليت تمبلت، وانا هنا قاعد احط تاكس بي اتش بي وبتشتغل بدون اي مشاكل. هنيجي لمرحله هنحول هذا الكود لبليت ونصير نستخدم الكيرلي اقواس الكيرلي هذه بدل ما نكتب اكواد بي اتش بي عشان نتجنب قدر الامكان انه انا اشوف كود بي اتش بي داخل ملف الفيو. لكن في النهايه هذا الكود اللي احنا هنكتبه هيتحول لكود بي اتش بي جميع الاحوال. طيب زين هناك الوقت فعليا حلينا مشكله اللي بيج اكسباير. فلو انا عملت ريفرش ما اعطانيش الخطا، صفحه بيضاء لانه الستور فانكشن تبعتنا ايش في اي حاجه. فاحنا يفترض في المنطقه هذه نبدا ايش نكتب الكود اللي هيستقبل الداتا هذه اللي انبعتت ويخزنها داخل الموديل. طبعا احنا يمكن شفنا المره الماضيه انا ممكن انشئ اوبجكت فاضي في البدايه، كاتيجوري يساوي نيو كاتيجوري، فانا انشئت موديل فاضي نيو موديل، وبعد هيك رحت حكيت له كاتيجوري وبعدين اخزن قيم مثلا كاتيجوري نيم. اتفقنا بعد هيك انا كل حقل في الداتا بيس بيقابله بروبرتي عندي على مستوى الكلاس، فحقل النيم كاتيجوري نيم، حقل الديسكربشن فبحكي له كاتيجوري ديسكربشن وهذا كذا. المرة الماضية كنا نحط قيم من عندنا ثابتة، الوقت لا القيم بتستقبلها من وين؟ من الانبوت للفورم من اليوزر اللي دخله. البيانات اللي كلها حصلنا من خلال الريكوست اوبجكت، عشان دائما هتلاحظوا انه اي ميثود تمام مبعوثة بطريقة البوست او او البوت هلاقي انه دائما اول بارامتر مبعوث لها هو الريكوست اوبجكت. طيب كيف بدنا نصل للقيم؟ في عدة طرق، باجي احكي ريكوست وممكن اكتب نيم على طول. النيم هذه هي بتمثل اسم الحقل في الفورم. يعني لو جيت على الديسكربشن برضه باجي احكي زي كده مثلا، او على البيرنت مثلا كاتيجوري حقل البيرنت اي دي اللي في الداتا بيز هيساوي من الريكوست هجيبه تمام بيرنت اندرسكور اي دي، لانه انا برضه اسم الحقل هنا تبع السلكت هيو بسميه بيرنت هي حسب الاسم بيرنت اندرسكور اي دي. الديسكريبشن كاتيجوري ديسكريبشن يساوي برضه ريكوست، ممكن احكي برضه مباشرة ديسكريبشن. هذه الطريقة الأولى، طبعا ممكن احكي في كاتيجوري خلصت عبيت البيانات هو لسه ما خزنش في الداتا بيز، عشان اقول له خزنهم في الداتا بيز نيجي نحكي وسيف تمام. بعد ما يخلص عشان ما تطلعليش صفحة بيضاء يا بعمل شغله بدنا نعمل ريتيرن ريسبونس. الوقت الريسبونس بدنا نعمله بدنا نعمل عمليه بنسميها الريدايركت. الريدايركت انا بحول مستخدم من المستخدم من راوت لراوت اخر تمام. فلارافيل معطياني فانكشن اسمها ريدايركت، هذه الفانكشن بعطيها المسار وين بدي اوجه المستخدم. انا بدي اروح اوجهه وين؟ على الصفحه الرئيسيه اللي فيها الجدول يعني الاندكس. يبقى الراوت تبع الاندكس هو ايو الادمن كاتيجوريز بس بطريقة الجيت طبعا. هنيجي هان نحكي له بعد ما خلصت وجه المستخدم للادمن كاتيجوريز. طبعا اي عملية ريدايركت تعتبر جيت، يعني ما بقدرش اعمل ريدايركت بوست او ريدايركت باي نوع ثاني، دائما ريدايركت تعتبر جيت تمام. فاكيد بما انه وصلت هذا الراوت بالجيت وين حيروح؟ على الاندكس. والاندكس ايش بتعمل؟ بتجيب الكاتيجوريز وبتعرضهم، يبقى هيك حيرجع لي على صفحه الاندكس وحلاقي الكاتيجوري الجديد موجود من ضمن التابل. نعمل تيست. وين؟ ناسي اس حيقول لي نوت فاوند ساعتها انه راوت غلط. طب ندخل قيم مثلا نيو كاتيجوري، او بلاش انا اعطيه اسم مثلا لوفز بدون بيرنت، او خلينا نحطه في بيرنت مثلا تابع لكاتيجوري واحد، والديسكربشن ممكن نكتب اي ديسكربشن. سيف خزن وهي الكاتيجوري تبعنا، لاحظوا تاريخ الكريتد مثلا تاريخ اليوم. اذا هاي العمليه الاولى. طيب وين احنا كنا؟ الطريقة الثانية عشان أصل لقيم، عشان هذا كلها لقيتها ممكن أصل من خلال اسم الحقل مباشرة، ممكن أحكي input
واعطي له اسم الحقيبه، برضه هذه هتجيب لي الاسم تبع الحقيبه او القيمه تبعته. ممكن اجي احكي له بوست. يعني هدول الثلاث طرق بيعطوني نفس النتيجه، يعني انا ممكن اصل لقيمه الحقيبه من خلال مباشره من خلال اسمه، او من خلال ميثود انبوت وبعطي له اسم الحقل كسترينج، او من خلال ميثود تبعت البوست وبعطي له برضه اسم الحقل. اي واحده من هذول الثلاثه حترجع لي نفس القيمه. انا فعليا بفضل الطريقه هذه. ليش؟ النيم والبيرنت هذول فعليا انا طالبهم بشكل عام. يعني لو كان الرابط تبعي مثلا فوق كان كاتب لي هو فوق مثلا نيم يساوي قيمه معينه مثلا، وعمل سبميت، يعني ممكن عشان اوضحها اكثر نروح على كرييت، بحط هنا في الراوت علامه استفهام واكتب نيم يساوي مثلا اكسسوارز، بدي اغير هنا اغلط في الاسم تبع النيم واخليه بالشكل هذا. فكنت فعليا انا عندي حق النيم، بس مش جاييني من وين؟ من الفورم. جاييني من وين؟ من هذا يعتبرش داتا في الفورم، هذه تعتبر جزء من الرابط، جزء من الراوت. تمام؟ طبعا علامة الاستفهام هذه بتأثرش انه هذا راح يقول الراوت هذا مش موجود، أي شغلة بعد علامة الاستفهام احنا بنسميها الكويري باث أو الكويري سترينج. الكويري سترينج هذه الشغلات ما لهاش علاقة بالراوت الأصلي. فهي تعتبر إضافة عليها، مش هيقول لي لارافيل انه هذه البيج نفسها، هذه أول نقطة. تمام؟ وبالنسبة له بتطلع لعند هنا. بعد هيك خلص ملوش علاقة فيها، مش علاقة. فهذه تعتبر زي داتا أنا ببعتها أو بارامترز أنا بمررهم بس من خلال الرابط نفسه. طيب هالوقت أنا لما استدعيت الاسم استدعيته بإيش؟ مباشرة من خلال إيش؟ نيم على طول حكيت. أنا في الفور بادي الإنبوت نفسه غيرت اسمه، بطل اسمه نيم. لكن أنا باعت في الرابط إنبوت أو بارامتر اسمه نيم. تمام؟ خلينا نعمل كرييت نيو، بدي أحط أي قيمة ها. نختار أي كاتيجوري ونحط برضه أي ديسكريبشن وهعمل سيف. إيش خزن؟ في الرابط خزن القيمة لوين؟ في الرابط. ليش؟ لأنه الإنبوت بالنسبة له هذه تعتبر جزء من البيانات اللي بتنبعث، يعني القيمة اللي أنا توي حطيتها في الراوت راحت كرييت، هذه تعتبر من ضمن البيانات اللي أنا بعتبرها كإنبوت بتصلني في الريكوست. فالميثود او الطريقه هذه انا من خلال اسم الحقل مباشره او من خلال الفانكشن تبعت الانبوت هذه بتجيب لي الحقل بغض النظر مبعوث بالجيت مبعوث بالبوست مبعوث باي طريقه. اللي تحت هذا انا بحكي له بشكل صريح لازم تكون القيمه جياني من البوست. تمام؟ يعني لو انا حولت هالوقت اقول له طب بوست نيم طبعا القيمة اللي في الحقل ثواني الكريت انا هنا اول شغلة مش باعت نيم انا ايش الاسم هنا؟ اندرسكور نيم بيفرق. تمام؟ طب هل حيخزن اكسسوري زي ما انا مثبتها؟ لانه مش حيلاقي البوست مثلا. انا الوقت اللي صار انه انا بدل ما كنت اقرا الانبوت بشكل عام لا حددت انه لازم باستخدام البوست ميثود. نعمل برضه كريت نيو وندخل اي داتا. طبعا اعطاني ايش رسالة خطا كولوم نين اجت اعطاني هذه الرساله. هذه الرساله طبعا سببها انه حاول يدخل قيم في جدول الكاتيجوريز من خلال الكوماند هذا، بس قيمه النيم انا مش بعتها، بعتها فاضيه. طبعا ليش بعتها فاضيه؟ لانه هذه البوست نيم ما رجعتش شيء، لانه ما فيش عندي حقل بطريقه البوست اسمه نيم، فرجعت لي نال. وانا مانع انه الحقل تبع النيم في الداتابيز يكون قيمته ايش نال، فاعطاني هذا الايرور. وطبعا حنشوف له حل ثاني انه لازم اعمل فاليديشن على الموضوع هذا. وكان وضحنا الفكره انه انا النيم انا استخدم النيم بشكل مباشر او استخدم الانبوت. تمام؟ يعني هل قلت لو انا حطيت برضه انبوت هنا الانبوت برضه بتجيب من اي مكان مش من البوست فقط، وبالتالي هنا حتشتغل. لقيت لو عملت ريفرش سبميت هيخزن لي الاكسسوارز كمان مره. إذا أنا لو أنا معني إنه أنا أتأكد إنه هذه الداتا فقط وصلاني من البوست مش من أي مكان ثاني، فأنا بفضل نستخدم الميثود هنا بوست بدل ما يحكي انبوت بشكل عام أو نحط اسم الحقل بشكل عام. طب لو كان عندي الاثنين موجودين
لو انا رجعت باك لملف الكرييت وهنا عندي نيم وهنا عندي نيم تمام موجود الحقل نفسه الاسم نفسه موجود بالجيت هذه فوق تعتبر جيت وبالبوست لانه انا جوا الفورم والفورم معمول بطريقه البوست واستخدمت الطريقه العامه اللي هي الانبوت هذه اي قيمه هياخذ في الجيت ولا في البوست يعني هياخذ القيمه اللي في الرابط اللي هي الاكسسوارز ولا القيمه هتكون مكتوبه جوا الحقل في الرابط خلينا نكتب هنا اسم غير خلينا نسمي الحقل هذا watches ساعات تابع مثلا هذا الكاتيجوري والديسكربشن ممكن يكون نال فايسر ايش اخذ؟ اللي في الحقل الانبوت الباكت في نظام انه لو انا الريكوست نفسه بيحتوي على نفس الحقل بس واحد من الجيت والثاني من البوست البي اتش بي في اولويات تمام فبيكون مثلا الاولويه هو بيمشي بالترتيب انه بياخذ القيمه من الجيت بعدين بياخذ القيمه من الكوكي بعدين بياخذ القيمه من البوست يسموها الجي سي بي هذه اللي هي جيت كوكي بوست هذول كلهم انواع من انواع الانبوت طبعا فايش اخر قيمه احنا قراناها؟ البوست حسب الترتيب جيت كوكي بوست ايش اخر قيمه قراناها؟ اذا عشان هيك هو اخذ القيمه من البوست لانه اخر قيمه قراها هو قراها من البوست فعملت اوفر رايت لو في حقل بنفس الاسم من اي مكان من الطرق الثانيه فهو عمل له ايش؟ اوفر رايت عشان هيك لما استخدم انبوت مرات انا بكون خلاص متاكد اذا كان عندي حقل اسمه نيم مثلا وفي عندي حقل ثاني نيم بس انا هنا شغال بوست طيب عموما تمام الوقت معناته لو انا كنت عامل ماشي بستخدم الانبوت يعني انا مستدعي جايب القيمه طريقه الانبوت وعندي الحق الجيت او بوس انا متاكد انه هاخذ قيمه مين؟ البوس ولكن لو انا بدي اكون يعني متاكد تماما من موضوع البوس فانا عشان هيك دائما ريكومندد في شغلي الخاص وانا هنا بما اني بعطيكم التريننج فانا بقول لكم لا استخدموا البوس طالما انتم شغالين بوس تمام؟ النهاية أنا بدي أصل للقيمة أنا بعني فيها بالطريقة هذه. هيك أول نقطة خلينا نمسح طبعا اللي فوقي مالهاش معنى لو ضلت مش هتأثر ولو مسحناها برضو عشان بس ما يصيرش لبس لكم. تمام هيك صار يخزن والوضع تمام. هجيت نيجي لموضوع مين؟ تخزين خلصنا طبعا لما يكون مرات عندي الفورم كبير يعني وأنا عندي الفورم بيحتوي على 20 حقل كلهم لنفس الموديل بدي أخزنهم. فاني احطهم هيك لاين لاين شوي ايش؟ ريليفنت صح؟ الوقت انا ممكن استفيد اذا انا عامل اسم الحقل في الفورم ونفس الحقل وين؟ في الداتابيز لانه هذا الطرف على اليمين هو اسم الحقل في الفورم والهنا اللي في على المستوى الموديل هو اسمه في الداتابيز لو انا كنت عامل نفس التسميه انا ممكن استغل ميثود اسمها كرييت يعني بدل ما انا اشتغل بالطريقه هذه اوقفها تمام ممكن اشتغل بطريقه ثانيه اجي احكي كاتيجوري نقطتين كرييت عندي ميثود اسمها كرييت على مستوى الموديل نفسه هذه الكرييت ايش بتاخذ؟ بتاخذ اري الوضع الطبيعي عشان احنا نفسرها في الاول وبعدين نشوف كيف بدنا نستفيد منها بتاخذ اري يفترض في الاري مثلا الحقل اللي اسمه نيم وايش قيمته الحقل اللي اسمه parent underscore id في الداتابيز ايش قيمته؟ الحقل اللي اسمه description في الداتابيز ايش حتكون قيمته؟ يعني ببعت اسماء الحقول ككي في الاري والقيم ايش في الفاليو؟ فالقيم احنا شفنا من ناخذها من الريكوست ريكوست نيم ريكوست parent id ريكوست description طبعا هنا برضه جانا نفس المشكله انه انا قاعد احدد ايش؟ واحد واحد بس بدنا برضه عشان نوضح الطريقه هذه هذه الطريقه خلاص مجرد ما اعمل كرييت وابعت الاري اللي فيها الداتا انا انشات الاوبجكت يعني مش هعمل سيف وراها طبعا هذه هتروح ترجع لي هترجع لي الموديل اللي تم انشاؤه عشان هيك انا ممكن استقبله وهو متغير انا الكرييت هذه هتروح ترجع لي الموديل اللي تم انشاؤه زي كاني عملت موديل فاضي عبيت فيه بيانات وعملت له سيف فانا عملتها في وان ستيب يعني وان ستيتمنت هتعتبر كم ستيتمنت خمسه خمس جمل انا هنا نفذت وان ستيتمنت تمام جمله واحده طيب
بس الفكره اساسا انه الكرييتيف بتاخد اري، هذه النقطه اللي بدي اوضحها، لانه بعدك هذه الاري حشيلها وحستبدلها بشيء ثاني بيرجع لي فعليا الاري هذه اللي انا بنيتها يدويا، حخليه هو يرجع لي الاري هذه بدون ما انا اكتبها. ممكن نعمل تيست للطريقه هذه برضه، هي كرييت نيو، نعمل ايش في عندنا مثلا تابعين للكلوثز وسيف. طيب هذه الطريقه حنستخدمها نسميها الماس اساينمنت. العمليه هذه انا استخدم الميثود تبعت الكرييت، هذه العمليه بنسميها ماس اساينمنت. عشان هيك هذه الماس اساينمنت اعطتني هذا رساله الخطا هذه، انه بحكي لك روح اعمل اد لحقل النيم في حاجه اسمها فيلابل بروبرتي على مستوى الموديل، وهي معطيني اسم الموديل انا لازم احطها فيه. ايش فكرتها؟ الوورد بريس كان، عفوا مش الوورد بريس، الجرابل كحمايه، لما بدي اشتغل بالطريقه هذه كحمايه انه انا اتجنب اني ادخل بيانات غلط او استخدم حقول انا مطلوب ما بديش ادخلها او اعدل عليها، تمام؟ فبقول لي اي حقل انت بدك تستخدمه هنا لازم تسمح انه يتم استخدامه. كيف بسمح انه يتم استخدامه؟ منه على مستوى الموديل نيجي نعرف البروبابيلتي اسمها فيلابل، فباجي اعرف حاجه هنا اسمها بروتكتد وبروبابيلتي اسمها فيلابل. هذا الفيلابل عباره عن اري بحط داخلها اسماء الحقول اللي انا بدي اسمح انه اليوزر يستخدمها في عمليه الكرييت او في عمليه الابديت. هذه مره ممكن يكون عندي جدول كبير بس الحقول اللي انا اللي في حقول المسموح اليوزر يغيرها، في حقول بيلد ان يعني القيمه بتصير لها كالكوليشن من عندي. يعني مثلا عندي اوردر، الاوردر فيه طلبي مثلا المنتج، تمام، والكم والسعر والكميه، التوتال عباره عن ايش؟ السعر في الكميه. هكذا انا هخلي اليوزر يدخل السعر والكميه بس التوتال انا بدي احسبه، فبديش هو يدخله، فما احطوش في الفيلابل عشان اتجنب ان هو يدخله بالغلط، تمام؟ عشان هيك بمنعه. فبصير لو حاول يدخل قيمه في التوتال وانا مش حاطط التوتال في الفيلابل حتطلع له الرساله هذه. هذا كان نوع انه انا احمي بيانات معينه اثناء عمليه الانشاء او التعديل. احنا فعليا انا بدي فعليا اضيف النيم، بدي اضيف برضه البيرنت اي دي، عشان هيك كل الحقول انا معني انه يستخدمها او يضيف بداخلها بيانات بدي اضيفهم في ايش؟ في الفيلابل. اي ديسكربشن بالشكل هذا. اذا احنا هيك جهزنا موضوع ايش؟ الفيلابل، حكينا هذه وظيفتها انه انا بحدد بالضبط ايش الحقول في الداتا بيز او في هذا الجدول انا معني انه اليوزر يدخل داخلها قيمه. طبعا الشغله دي صارت لانه انا في الكرييت ببعت اري فيها داتا، فانا مش ضامن ايش الداتا ممكن، مثلا لو انا هستخدم كود معين مش ضامن ايش الداتا ممكن تنبعت، لكن هنا انا كنت بشكل واضح عارف ايش القيمه انا ببعتها وبخزنها وبعمل في الاخر، عشان هيك في الطريقه الاولى ما طلبش مني اعمل الفيلابل. هنا لا، هنا قال لي لازم تكون عشان تستخدم الكرييت ميثود هذه لازم تكون معرف الفيلابل بروبرتي على مستوى الموديل بحيث احط فيها اسماء الحقول اللي انا بدي استخدمها. هذا الحل الوقت عملنا ريفرش سبميت للفور، هيخزن الهاتس تبعتنا بدون ما يعطاني الرساله. طيب ايش الميزه من استخدام الطريقه هذه؟ الميزه زي ما حكيت لو انا عندي الداتا اللي في الفورم كثيره وانا احطهم لاين لاين زي هيك سواء بالطريقه الاولى او حتى بالطريقه هذه، انا بامكاني استبدل هذه الاري، وبرضه عشان اطلع لكم كريفرنس عملت كومنت لها وهعيد كتابتها بالشكل هذا. كاتيجوري كمان مره كاتيجوري كرييت، بس كرييت مش كرييتد، وحاجه هنا هستدعي ريكوست اول، ريكوست اول، يعني هنا ما بعتش اري، بعتت بدل اري حاجه اسمها ريكوست اول. ريكوست اول دي عباره عن ميثود يبقى بترجع داتا، ايش مفترض شكل الداتا اللي حترجعها ريكوست اول؟ اري، لانه حكينا ان كرييت بتستقبل اري. طب الاري هذه ايش بتحتوي؟ على ريكوست داتا نظام كيو فاليو، يعني هذا ريكوست اول حترجع لي نفس الشكل هذا،
لازم نعمل ايش؟ الفاريبل، ما هم خلص حطيناهم في الفيلابل، هيك انا حطيناهم، ما احنا هيك مستخدمين نفس الطريقه وكاتبينهم يعني. اه لازم لو حذفت المؤثر نفس المشكله. طالما انت بتستخدم الكرييت هذه، ما لقيت مالهاش علاقه انت ايش باعت هنا. انت مستخدم مين؟ الكرييت. الكرييت هذه ماس اساينمنت، تبقى لازم تكون عامل الفيلابل. هنا بس الفرق انه انا بدل ما ابني الاري خليت اللارافيل ترجع لي الاري هذا عشان نشوف شكل الريكوست اول. هذا لو انا جيت هنا عملت دي دي لريكوست، دي دي هذه فانكشن في البي في اللارافيل، تعمل زي فكره الفار دامب، تعطيني معلومات عن الداتا اللي انا بدي ابعثها في داخلها. فبدي اشوف ايش ريكوست اول بترجع، ريكوست اول هذا ايش حترجع لي، فبعثها للدي دي. طب عشان نعمل تيست بدنا ندخل هنا وندخل قيم، ندخل مثلا هذا بولد، هذا لاي شيء ديسكريبشن، حنحط برضه هنا ديسكريبشن ونعمل سيت. هنا انا استدعيت الدي دي، الدي دي راحت اعطتني معلومات ايش اللي كان، ايش الريكوست اول رجعت، ليش رجعت للريكوست اول؟ اري ايش فيها؟ الحقول تبعتي، حقل النيم وهي قيمته، حقل البيرنت وهي قيمته، والديسكربشن طبعا التوكن، لانه التوكن يعتبر اصلا انبوت. لقيت اذا ايش ميزه الفيلابول؟ ميزه الفيلابول لما عرفتها بطل مثلا يحاول يخزن. يعني قلت لو انا هذه الاري بعتها للكرييت، يبقى انا هيفترض انه في عندي حقل في الفورم ايش اسمه؟ عفوا حقل في الداتابيز اسمه توكن، ما فيش عندي هذا الحقل. عشان حاطط الفيلابول، فلو انا اي قيمه ثانيه بعتها اللارافيل هيعملها اجنور. يعني اي قيمه حبعتها في الاري هذه، اكيد انا حبعت اري للكرييت. اي قيمه في الاري هذه مش معرفه في الفيلابول اللارافيل هيعملها اجنور. وبالتالي فقط هياخذ البيانات اللي انا محددهم في الفيلابول، فانا مش خايف ايش يكون فيها الريكوست او ايش ما يكون بداخلها البيانات، بيهمنيش. يهمني فقط انه يكون فيهم هدول. لو كانت الاري طبعا في الحاله، طب لو انا استخدمت بيانات كلها مش موجوده في الفيلابول، فهذا هيعطيني على طول رساله الخطا. لا يعني لو انا ما كنتش معرف الفيلابول او الاري نفسها اللي انا بعتها للكرييت ما تحتويش على اي حقل من اللي انا محددهم هنا، هيعطيني موضوع الفيلابول. لكن لو لقى حقل واحد، حقل واحد بس في الاري من ضمن الفيلابول، هياخده وهيخزنه والباقي هتبقى ايش، هيعملهم اجنور. طبعا هذه الطريقه ريحتني انه ايش اعرف الاري تبعت السطر سطر، يعني صار عندي بس بحكي له كرييت والريكوست اول، هات لي كل البيانات. طبعا هذه وقت ايش بقدر استخدمها؟ اذا كان الحقل في الداتابيز نفس الاسم تبع الحقل وين؟ في الفورم، غير هيك بقدرش استخدم الريكوست اول، لازم ابنيها يدويا زي ما انا بنيتها. تمام؟ فالريكوست اول هذه ايش بترجع؟ بترجع الري بكل الداتا اللي في الريكوست. طب انا مرات بديش كل الداتا، فانا ممكن استبدل اول بايش؟ اكسبت، هات لي كل شيء مثلا عشان اوضحها هنا في المثال هذا، اقول له اكسبت مثلا اندرسكور توكن، اقول له رجع لي الداتا ما عدا التوكن اللي هو الحقل هذا، مش عندنا في حقل اسمه اندرسكور توكن. فهنا في اني بدل الاول بحكي له ريكوست اكسبت، يعني هات لي كل حاجه ما عدا اللي انا بحدد لك اياه. فلو عملت ريفرش هي جاب لي الداتا بدون مين؟ توكن. ممكن اقول له مش اكسبت، طبعا هذا الاكسبت ممكن تاخذ اري، يعني ممكن لو انا استثني حقلين بقول له اكسبت التوكن واكسبت مثلا النيم. فالاكسبت برضه هذه بتاخذ اري. فهيك حيرجع لي القيم بس مين؟ البيرنت والديسكربشن. على العكس ممكن اقول له اونلي مش اكسبت، اونلي ريكوست اونلي. هنا بقول له يعني بس هات لي التوكن والنيم. يبقى انا بتحكم، حتى لو انا اللي اخلي يرجع لي الري بتحكم ايش البيانات اللي ترجع لي في الري. الاول بترجع كل حاجه، الاول اللي بحدد بالضبط ايش اللي يرجع، في الاكسبت بحدد ايش اللي يستثني. حالتنا لو خليناها اول مش هتاثر، لو استخدمنا اولي وحكينا النيم وبيرنت وكذا نفس الحاجه، في النهايه بتستخدموا الطريقه المناسبه. هلا لو عملت ريفرش انا هنا حاطط اول، يعني هيخزن كل الداتا ما عدا التوكن، مش هيأثر على التوكن، وهي خزن انا سميته جولد. يلا رجع هذه.
صفر أنا واحد. هاي الايش؟ الكاتيجوري الجديد. بالطريقة هذه احنا عملنا عملية السيف. الآن موضوع الابديت هو شبيه بعملية الكرييت، ولكن أنا بعمل بخزن داتا بنفس الطريقة بستقبلها، ولكن على كاتيجوري أصلا موجود. طب الابديت عبارة عن خطوتين، انه انا بدي اعرض الفورم بس تبع نفس، انا هعرض فورم شبيه بفورم الكرييت ولكن في بيانات بتاعت العنصر نفسه، تمام، عشان اعدل عليها، ولما اعمل سبميت اخزن التعديلات هذه على مستوى الداتابيز. عشان هيك انا في عندي تو راوت، راوت للايديت اللي هيرجع صفحة الايديت نفسها، وفي عندي راوت الابديت اللي هيعمل عملية الابديت على مستوى الداتابيز. راوت الايديت اكيد ايش هنعملها؟ ريتيرن لملف فيو هيكون المسار تبعه ادمن دوت ايش حكينا كاتيجوريز دوت ايديت بالشكل هذا، وبالتالي هذا الملف اللي نروح ننشئه في الريسورسز على مستوى الريفيوز هاي الكاتيجوريز فولدر، هنعمل نيو فايل هنسميه ايديت دوت بليد دوت بي اتش بي. فعليا ملف الايديت هو ملف شبيه جدا بملف الكرييت، عشان هيك هعمل كوبي من ملف الكرييت واحطه في ملف الايديت، تمام. اللي حيختلف اول شغله مثلا العنوان، هنا بدل كلمه كرييت كاتيجوري بحكي ابديت، هاي اول نقطه عشان نميزهم. الشغله الثانيه اكيد انا محتاج التوكن، فهيضل التوكن موجود. اللي هنعمله ان نشوف الراوس على الوقت قبل ما نكمل. انا هعمل راوت الاول هذا الشو، خليه مش مشكله. هاي عندي راوت اللي تحت هذا الادمن كاتيجوريز، حطينا اي دي ايديت، لانه لما بدي اعمل ايديت بدي اكون عارف مين الكاتيجوري اللي انا بدي اعمل عليه ايديت، فبدي ابعت الاي دي تبعه في الضمن الراوت. وهنا خليناه يستدعي مين؟ الايديت ميثود تبعتنا. لما يجي يعمل سبميت يبقى في عندي راوت ثاني، هنستخدم هنا المرة طريقة جديدة اسمها بوت. ممكن استخدم البوست بس احنا برضو عشان نتعلم شيء جديد وريكومندد انه الشغلات اللي متعلقة بالابديت على شيء موجود نبعتها بالبوت، تمام، او استقبلها بطريقة البوت. البوست بستقبل وبستخدمه في عملية الانشاء الكرييت، البوت بستخدمه في عملية التعديل. الراوت هيكون ادمن سلاش عشان نستخدم نفس الصيغة admin slash categories slash الID، لأنه برضه بدي أعرف أنا على مين بدي أعمل update، فبدي أحط بارامتر للID، لأنه كل مرة هعمل update على category مختلف يبقى الID عندي متغير. هيروح على الـ admin categories controller وعلى الـ method اللي هيسمها update بالشكل هذا categories controller update. طيب في الايديت هاي الاكشن تبع الايديت جاهز، وهي برجع ملف الفيو. وقلت لو انا رحت كيف بدنا نخليه يروح على صفحه الايديت، ممكن اروح على ملف الاندكس تبعنا اللي احنا بنعرض فيه كل الكاتيجوريز، والملف الاندكس تمام، نحط رابط يودي على صفحة الايديت. ممكن نعمله في حق اللحال، خلينا نعمل هنا كولوم فاضي في الهيدر يقابله هنا تي دي. في التي دي هان بدي اعمل لينك، اللينك تبعه هذا الاتشريف ايش بده يكون؟ الرابط يودي على صفحة الايديت. شكل الرابط تبع الايديت اللي هو ادمن حسب الراوت كاتيجوريز كاتيجوريز. بعدين كنا نحط هنا الاي دي، هيك كان شكل الراوت عشان بس نتذكر، كان عندي هنا البارامتر تبع الاي دي صح، بعدين عندي كلمه ايديت، هاي شكل الراوت اللي بدنا نكتبه يفترض نفسه اللي حيوديني على الايديت. هذا الراوت الاي دي طبعا بده يكون قيمه، في الراوت احنا حاطين اي دي عشان انه بليس هولدر زي ما ايش حيتبدل بالقيمه الفعليه، هنا بنستبدله بالقيمه، ايش بدي احط مكانه؟ قيمه الكاتيجوري اي دي. من وين نجيب قيمة الكاتيجوري؟ هيها هيها. بالتالي مكان هذا الراوت هحط كاتيجوري اي دي، هطبعها لانه كود بي اتش بي. بين اللي هنا بدنا نكتب كلمة مثلا ايديت. لو بدي اعطي تنسيق لهذا اللينك فممكن اعطي له كلاس بوتون، بوتون سمول
استخدام تمام البوتون مثلا دارك، هيطلع شكله زي هيك. جيت لما اضغط على اي وحده منهم هاي ايديت، طبعا وداني على صفحه الايديت بس اعطاني ايش undefined variable categories تمام في ملف الايديت. وين بالضبط اعطاني المشكله؟ في لاين 26 محل ما انا عامل فور ايتش هذه، لانه انا مش باعت هذا الفاريبل لمين؟ للفيو. يبقى انا بدي اروح هنا على الايديت، وهنا في داتا بدي نبعثها اللي هي الكاتيجوريز اللي اعطاني عليه الخطا، وهذا احنا استخدمناه عشان يعرض لي ليست اوف مين؟ اوف كاتيجوريز. فبنستخدم كاتيجوري اول. هيك انحلت المشكله. هعمل ريفرش، اعطاني نفس الشاشه بس مع كلمه ابديت. تمام. ملف الايديت يفترض اول ما افتح وش يعرض لي هنا؟ معلومات الكاتيجوري انا بدي اعمل له ابديت، يعني ما يكونش الفاضل الفور، لازم يكون في داتا هي البيانات الحاليه المخزنه على مستوى هذا الموديل. يعني مثلا الموديل هذا النيم تبعه كاتيجوري 1، يفترض لما اجي اعمل ايديت الاقي في النيم هنا كلمه كاتيجوري 1، والبيرنت يكون محدد مثلا اذا كان له بيرنت. طب هذه البيانات من وين بنجيبها؟ من الكاتيجوري نفسه. عشان هيك الايديت فورم الاكشن تبعه كان ايش بيبعث لي هو؟ الاي دي. انا بدي احصل على الكاتيجوري من الاي دي تبعه. فاحنا شفنا المره الماضيه ما في عندي ميثود اسمها كاتيجوري فايند، بستخدمها لما بعطيها قيمه الاي دي فبترجع لي الموديل هذا. فلو طبعا هستقبله في متغير اسمه كاتيجوري مثلا. هذا المتغير يفترض ايش اعمل فيه؟ ابعته للفيو. في الفيو عشان اللي هو الملف الايديت، وين انا بعرض القيمه؟ انا عشان اعرض اي قيمه بحطها في اتريبيوت اسمه فاليو، مثلا هذا الحقل النصي عشان اعرض قيمه في داخله، القيمه هذه بحطها داخل فاليو اتريبيوت. القيمة من وين حنجيبها؟ من الكاتيجوري اللي انا بعدته حقل النيم. انا هذا موديل، وبالتالي انا بقرا القيم اللي داخل الموديل هذا، صح؟ هنا الكاتيجوري هو قيمه رجعت من الموديل. كاتيجوري فايند ايش هتروح ترجع لي؟ هترجع لي موديل اوبجكت من الكاتيجوري، وبالتالي كل حقل في الداتا بيز بيمثل البروبرتي داخل هذا الموديل. فالموديل هي اسمه كاتيجوري انا بعته هنا، وبالتالي بتعامل معه بالطريقه هذه. كاتيجوري نيم في التكست اريا، باجي هنا مثلا في منطقه التكست اريا بحط فيش فاليو. في التكست اريا بنحط القيمه بين التكست وتذكرتها في المنطقه هذه، فيش فاليو اتريبيوت للتكست اريا. برضه باجي احكي له كاتيجوري ديسكريبشن هو اسم البروبريتي تبعتنا. لو عملت ريفرش للصفحه هاي كاتيجوري واحد عن بالي اياه، صار يقرا منه. موضوع البيرنت، لو كان له بيرنت، خلينا ندخل على بعض الكاتيجوريز اللي لها بيرنت، زي مثلا هذا الكلوثز الكاتيجوري تبعه هو مين؟ واحد، يعني يفترض يطلع لي في البيرنت كلمة كاتيجوري 1، صح؟ الكلوثز البيرنت تبعه اي دي واحد، يعني لما اعمل ايديت يفترض هنا يطلع لي هيك معلم على كاتيجوري 1، هو طلع معلم على ايش؟ انو بيرنت ديفولت. مثلا هذه الواتشز البيرنت تبعها 2 اللي هو الابديتد كاتيجوري، فلو افترض لما ادخل على الواتشز برضو الاقي حاطط لي هنا الهاتس 4، يعني بيحط لي على الكلوثز، فلو انا دخلت اديت عليها برضو مش مختارها. طيب الفكره كيف انا بدي اخلي القيمه في السلكت هي اللي تبين؟ تمام؟ انه احنا بنضيف على مستوى الاوبشن، الاوبشن هذا الاوبشن احنا بنعرضه قاعدين، صح؟ الاوبشن هذا لو كان بيحتوي على كلمه سيلكتد بالشكل هذا، فيعتبر انه هذا السيلكتد هو اللي حيبين في السيلكت. حقيقه انا حطيتها ثابته للكل، فايش حيصير؟ هعمل ريفرش. طبعا ريفرش هنا لازم ايش؟ عشان فايرفوكس لازم نطلع ونعمل ايديت مره ثانيه. اختار مين؟ الجولد اللي هو اخر واحد. ليش اختار اخر واحد؟ لانه انا طبعت على كل الاوبشنز كلمه سيلكتد. لو عملنا فيو بيس سورس هلاقي كلهم انا حاطط فيهم كلمه سيلكتد. اذا هنا حيختار مين دائما؟ اخر واحد. انا لا، بدي احط كلمه سيلكتد هذه بس على الكاتيجوري المطلوب. يعني انا في عندي شرط
بنحط جملة if statement إنه وقتش يطلع كلمة selected إذا كان في شرط معين. إيش الشرط؟ الشرط إنه إذا كان الكاتيجوري اللي أنا بلف عليه حاليا حكيت فيه إنه مشكلة إنه في كاتيجوري أنا باعته من الكنترولر وفي الكاتيجوري هذا في اللوب، هذا لازم نغير اسمه لأنه هيك صار إيش؟ عمل أوفر رايت، صح؟ هنا عندي مشكلة، هذا كاتيجوري أنا بعته من الكنترولر بس هذا كاتيجوري أنا عرفته في اللوب، نفس الاسم يعتبر إيش؟ عمل أوفر رايت لمين؟ للي فوق، فهنا لازم نغير اسمه، خلينا نسميه بيرنت، خلينا نتكلم على حاجة اسمها بيرنت، خلينا نسمي هذا الفاريبل بيرنت. بالتالي هنا حاحكي له اطبع لي البيرنت اي دي وهنا اطبع لي البيرنت. هذه بس اول شغله بدنا نعملها. هنعمل ريفرش. هاي الشغل زي ما هو برضه. اديت. تمام. النقطة الثانية وقت ايش حطبع سيلكتد؟ إذا كان هذا الاي دي إذا كان البيرنت اللي أنا بلف عليه حاليا هو البيرنت تبع الكاتيجوري، صح؟ يبقى جملة الشرط حتكون زي كده. PHP if إذا كان الـ parent of ID يساوي الكاتيجوري الحالي اللي أنا بعمله اللي أنا جبته الحقل تبع الـ parent underscore ID إذا كانوا شو هم اللي بيساووا بعض يبقى هنا بدي أطبع كلمة selected وهي تذكيرة الـ PHP and if حاططها في لاين واحد طبعا لقدام حنغير كود البي اتش بي لنظام بليد حنلاقي حتى الكود اسهل للقراءه لكن في نهايه جمله اف واذا تحققت حيدخل على بداخلها وين نهايه جمله الاف الان هذا فقط حيطبع السلكت عند القيمه المطلوبه طبعا هنا مثلا هي كلوثز يفترض يختار لي كاتيجوري 1 اول ما اعمل اديت حيطلعت لي كاتيجوري 1 مثلا واتشز اللي هي رقم 2 يعني ابديتد كاتيجوري فاعمل اديت هاي ابديتد كاتيجوري فصار يختار القيمه بشكل صحيح. طيب نفترض انه عدلنا جيت على الواتشز عدلتها وحطيت كلمه ابديتد جنبها وغيرت البيرنت تبعها من ابديتد لمثلا اكسسوارز. هنيجي نعمل سيف اول شغله في نقطه مهمه قبل ما نيجي نعمل سيف الاكشن هنا بيروح على مين؟ على هذا الراوت، هذا الراوت بطريقة البوست وين بودي؟ على الستور. يعني فعليا لو حكيت لو انا ضغطت سيف حينشئ عنصر جديد مش حيعمل تعديل. صح؟ يعني عشان احنا ما عدلناش هنا في الايديت، ما عدلناش الراوت. تمام؟ وبوست، فلو انا ضغطت ضغطت سبميت ضاف لي واحد جديد لانه راح على الميثود تبعت الستور ما راحش على الميثود تبعت الابديت. فطبعا لازم نظبط الراوت، بدنا ناخذ الراوت تبع الابديت، وين راوت الابديت؟ اللي هو هي شكله. هذا اللي بودي على الابديت. هنحطه ها. طبعا الاي دي حيتغير، من وين حنجيب الاي دي؟ من الكاتيجوري انا باعته، انا باعت كاتيجوري هنا صح؟ فالكاتيجوري هذا له اي دي، فبعد بالنام حنحكي اي دي. هذه النقطة الأولى. هيك حنروح على الراوت الابديت. طيب نيجي نعمل ابديت لمثلا اي واحد منهم، مثلا للجولد نغير اي حاجه. تمام؟ واجي اعمل سيف. ايش قال لي هان؟ The post method is not supported for this route, supported method is bot. يعني فعليا احنا الراوت عرفناه بطريقه البوت. تمام؟ طيب هل بنفع احط انا هنا في الفورم بدل method post method bot؟ لا تمام الفور في او في الكود الاتش تي ام ال ستاندرد فقط جوا الميثود يا بحط يا جيت يا بوست يعني الفورم دي بيكون جيت يا بوست فهنا حضرها بوست طب ايش الحل كيف انا بدي افهم السيرفر او اللارافيل انه هذا الريكوست لبوت بوت مش بوست قلت في عندي حلين يا برجع الراوت لبوست تمام يا اذا بدي احافظ على البوت يبقى اشوف حل انا بدنا نحافظ على البوت عشان نشوف احنا الحل فعليا الحل انه احنا بنيجي نعمل حاجه اسمها الفورم سبوفينج او الميثود سبوفينج فورم ميثود سبوفينج ايش يعني المصطلح هذا المصطلح هذا انه انا بروح اضيف حقل مخفي برضه نو هيدن الاسم اندرسكور ميثود برضه الاسم تبع الحقل الميثود
الفاليو بنحطها اللي هي طريقة الريكوست بي دي اي اللي بعد، فحطيت فيها كلمة بوت. هذه بنسميها الفورم سبوفينج، تمام؟ انه انا بفهم البراوزر انه يبعث هذا الريكوست بطريقة البوت. البراوزر اوتوماتيك لما يلاقي الفورم بيحتوي على هذا الحقل، تمام؟ فبيروح يبعث الريكوست بطريقة اللي انا محددها في الفاليو. بس مهم دائما هذا يضلها ميثود بوست، تمام؟ هذا يضلها بوست مش مشكلة برضه عشان نميز، بس بضيف هذا الحقل المخفي، تمام؟ هذا له فانكشن برضه في البلاد اللي ممكن يطبع لي هذا الكلام، اللي هو لو انا جيت كتبت له بي اتش بي، طبعا اطبع، اعتقد في عندنا حاجه اسمها ميثود فيلد، وقلت له بوت. هذا الفانكشن هتطبع لي نفس الكلام اللي انا كتبته فوق، بس انا فوق كتبته بنفسي، تحت خليت فانكشن تطبع لي اياه. لو عملنا ريفرش للصفحه وعملنا فيو بيج سورس، هاي الحقل تبع السبوفينج، تمام؟ هذا اللي جاني من الميثود فيلد، من ايش الفانكشن تبعت الميثود فيلد، سواء كتبناها بنفسنا او ضفناها من خلال الفانكشن، بتنتين هيعطوا نفس الاشي. يعني انا مسحت اللي هنا ومسحت اللي هنا، فانا عندي فانكشن تو فانكشن، واحده للسي اس ار فيلد. برضه في البوت لازم اكون حاطط السي اس ار اف توكن، يعني برضه الميثود اللي بتكون بطريقه البوت لازم اكون ايش حاطط فيها السي اس ار اف توكن. بس ضفنا عليها موضوع الميثود فيلد عشان افهم انه يبعث هذا الريكوست بطريقه البوت مش بطريقه البوست. طيب الان لو عملنا تعديل وخزننا، طب هو ما عدلش، ونيجي مثلا على نحط الجولد من الواتشز كاتيجوري، ونيجي نضغط سيف، تمام؟ قال لي التارجت كلاس كاتيجوريز كنترول، انا كاتبها غلط، هذا خطا املائي، هو فعليا مش لاقي الكنترولر. لما دائما لما يعطيك خطا انه مش لاقي الكلاس او شيء، اتاكد انه انت فيش عندك خطا املائي. انا هذه اكيد كاتبها في الويب باسم غلط، هاي هاي الاسم الصح. لو عملت ريفرش هيعمل سبميت، يعطيني صفحة فاضية لأنه كود الأبديت فاضي. هنا بنجي نكتب نفس الكود بيعمل أبديت. طبعا لاحظوا عشان هذا أبديت مربوط بطريقة البوت، برضه أول بارامتر حيصلني هو مين؟ الريكوست. الأي دي ليش بعت لي الأي دي؟ لأنه الراوت تبع البوت إيش بيحتوي؟ تبع الأبديت أي دي. إذا أنا قلت لو في راوت مربوط بطريقة البوت أو البوست وفي بارامترز في الراوت، فاول بارامتر هو دائما الريكوست، باقي البارامترز بتيجي بعديه بنفس الترتيب. عشان هيك ببعت لي الاي دي برضه هنا، لانه فعليا الراوت بيحتوي على الاي دي. تمام، الاي دي حنستفيد منه عشان نجيب مين؟ الكاتيجوري اللي انا بدي اعدل عليه. فايند، تمام، في فايند اور فيل حنحكي عنها. مبدئيا حنينا نكتب هيك. طيب هجيت انا صار عندي الكاتيجوري موجود. احنا شفنا انه على طول ممكن معناته لو بدي اعدل على الاسماء باجي احكي كاتيجوري نيم يساوي من الريكوست بطريقه اكيد هو بوست، صح؟ آه هو بوت، بس عادي بقرا القيمه بالبوست. البوست بتشمل البوت هنا في الريكوست، تمام؟ يعني فيش عندي حاجه اسمها ريكوست بوت زي كده. في عندي ام بوت زي ما اشتغلنا، او بحكي له بوست. بوست للنيم. طبعا نفس الآلية، لو بدنا نشتغل بالطريقة بتاعت السي بتاعت الستور خلينا نسخهم أفضل عشان الوقت. نفس الفكرة، بس الفرق إنه أنا الكاتيجوري هذا أنا جايبه قبل هيك، فبالتالي هو حيعدل عليه مش حيضيف إشي جديد. سواء اشتغلت بالطريقة هذه هاي كومنت عليها، او ممكن اشتغل برضه بالماس اساينمنت، يعني ممكن اجي احكي كاتيجوري ابديت، وهذه برضه بتاخد اري، والاري حيكون شكلها زي ما انا بعمل هنا، انه ببعت القيم هذول للاري. طبعا هذه برضه بتطلب مني اكون محدد الفيلابل، لان هذه برضه بتشتغل حاجه ماس اساينمنت برضه تعتبر، فلازم اكون معرف الفيلابل، واحنا اوريدي معرفينه اصلا لما عرفناه في الستور. هذه برضه بما انه انا عندي اسماء الحقول نفس اسماء الداتابيز، يبقى برضه بدل ما اكتب الكود الطويل العريض هذا، نيجي نكتب ايش؟ كاتيجوري، بس هنا بدل كريت بحكي له ابديت وريكوست،
يعني فعليا انا كل شغلنا لقدام هنعتمد الاستراتيجيه هذه، لانه اسرع واختصارا للكتابه وللوقت. ولكن احنا كتوضيح انه انا ممكن اعمل كاستمايز باي طريقه من الطرق هذه. خلص يعمل ابديت، نفس العمليه بعد ما يعمل ابديت يفترض ايش حسوي فيه، اقول له ارجع لصفحه الاندكس الكاتيجوريز، فبعد ما عملت الابديت اقول له ارجع للصفحه هذه. نيجي مثلا هنا عملنا ابديت وغيرنا البيرت لووتشز، نعمل سيف سيف، وهي الكود صار كلمه ابديت وصار تابع على كاتيجوري رقم قديش؟ 7 اللي هو الووتشز. طيب ايش بيصير لو انا حاولت اعمل ايديت لاي حقل؟ وهنا لاحظوا الاي دي فوق، يعني بقدر اتحكم فيه. لو جيت حكيت له مثلا 20، احنا فعليا فيش عندي ولا في الداتابيز فيش عندي اي كاتيجوري اي دي تبعه 20. ايش صار يعطيني هنا؟ trying to get the property ID of non-object في line 15 في ملف الإيديت. يعني هنا هو فعليا دخل على ملف الإيديت في سطر 15 حاول يجيب قيمة الـ ID تبع الكاتيجوري. يمكن احنا حكيناها المرة الماضية بس بنعيدها، أو إذا ما حكيناهاش أكيد اللي صار كالتالي. هو طبعا لما طلب الإيديت إيش حاول؟ عمل كاتيجوري find وبعت الـ ID. الـ find هذه هتروح تستعلم حسب الـ ID هذا على القيمة من خلال البرايمري كي. انا بعت له 20، فالفايند ما لقتش اي كاتيجوري الاي دي تبعه قيمته 20، فايش رجعت لي؟ رجعت لي نال، يعني مش هتعطيني ايرور. بالضبط رجعتني نال. على وقت لما اجي اتعامل مع النال هذا، هذه كاتيجوري قيمتها نال، لما اجي اتعامل معها اقول له هات لي الاي دي من النال. بالضبط، عشان هيك قال لي رساله. بالضبط، عشان هيك قال لي بالرساله هنا ايش؟ انت بتحاول تقرا بروبرتي ايش اوف نان اوبجكت، يعني انت بتحاول تقرا قيمه من واحد مش اوبجكت، من 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 فاريبل نوعه مش اوبجكت، هو مثلا نل او حتى ممكن يكون اي نوع ثاني. طبعا هذا السبب زي ما حكينا انه الفايند رجعت لي نل لانه هذا الاي دي مش موجود. عشان نحمي نفسنا من اخطاء زي هيك وهذا الاساس، في عندي طريقتين. يا انا بروح هنا مانيولي افحص اذا كان الكاتيجوري يساوي يساوي نل او نوت كاتيجوري بشكل عام، اروح اطبع رساله او ارجع على صفحه الاندكس او اعمل اي حاجه. مثلا ممكن استخدم ميثود اسمها ابورت 404، هذه بتعرض رساله الدات فاوند انه 404. الابورت بتعمل كل للصفحه بتعرض لي رساله 404. فهنا بنحط الستاتس كود تبع الخطا، لانه احنا في بروتوكول الاتش تي بي في عندي كل خطا له معنى. 404 دات فاوند، 403 مثلا مش مسموح معك الصلاحيه، 401 انت مش عامل لوجن. ففي عندي ايش اخطاء معينه. هذه مثلا قلت لو انا عملت ريفرش اعطاني صفحه الاطفال، لو استدعى جمله الابورت اللي انا كتبتها. هذا الكلام ممكن نعمله كيف؟ من هنا من نفس الفايند اجي احكي له فايند اور فيل، استخدم ميثود ثانيه شبيهه بالفايند بس اسمها فايند اور فيل. هذه بتعمل ايش اللي انا عملته تحت؟ انه اذا ما لقتش الموديل هي لحالها هتعمل لي ابورت 404. يعني هنا صار مش محتاج ان اكتب الكود تبع التشيك هذا، فهي اوتوماتيك هالوقت. هعمل ريفرش برضه اعطتني 404. تمام، فعشان هيك دائما لما نيجي نتعامل مع موديل بالطريقه هذه انا بفضل دائما نستخدم فايند اور فيل، عشان لو في اي بي مبعوث غلط انا على طول بطلع اكسبشن انه هذا الراوت مش موجود او هذا البارامتر مش موجود، عشان نتجنب اي اخطاء بعد كده. تمام، يعني هنا كنا هنا حتى وضحناه في المثال اللي فات في الشو، فاحنا هنا استخدمنا الفايند اور فيل. تمام، قبل ما احنا صار في تفاصيل ثانيه حنحكي عنها، بس بشكل عام هيك احنا تعاملنا. يمكن ضل عندنا اخر جزئيه نعملها، جزئيه اللي هي الدستروي. احنا جاهزه فعليا، هو الحذف كيف انا بحذف؟ حيصلني انا طبعا الموديل، حيكون عندي راوت للحذف. خلينا نعرف الراوت تبع الحذف هذا. هذا الراوت حنعرفه بالشكل هذا، راوت
هنستخدم هنا طريقة الديليت. دائما أي عملية تعمل تغيير على الداتابيز سواء إضافة أو تعديل أو حذف، هذول الثلاث عمليات بيعملوا يعتبروا تغيير على الداتابيز، بنتجنب إنه الراوت تبعها يكون بطريقة الجيت عشان مشكلة اللي حكينا عنها السياسة راح أتاك ممكن يصير. تمام، فأي عملية تعمل تغيير على الداتابيز بنتجنب تكون الراوت تبعها جيت. ممكن استخدم بوست وهنا وبوت. هنا هنستخدم الريكوست تبع الديليت لانه برضه مرات نوع الريكوست بيحدد نوع العمليه، ومش اجباري عشان احذف يكون نوع الريكوست ديليت، ولكن لما بنشتغل كبروتوكول معين فالبروتوكول في اتش تي تي بي بيعني لما انا تبع ريكوست بطريقه الديليت بتعني ان انت الهدف منك انك بدك تعمل ديليت مثلا للريسورس هذا. طيب الراوت ايش حيكون؟ ادمن سلاش كاتيجوريز، وبرضه بدي اعرف مين الكاتيجوري اللي بدي احكي عشان هياخد اي دي. اتاكد انا كاتب كاتيجوري صح. تمام، وين حيروح؟ حيروح على نفس الراوت او على نفس الكنترولر، ولكن هخليه يروح على مين؟ على الديستروي ميثود. ديستروي ميثود اللي احنا عارفينها في الكنترولر. اذا هاي الراوت وهي الديستروي. الديستروي طبعا بما انه الراوت بياخد بارامتر، عشان هيك الديستروي ماخذه مين؟ البرامج الاي دي. طبعا جبنا الموديل من خلال فايند اور فيل، وبعد هيك ايش بنسوي؟ بستدعي عليه ميثود اسمها ديليت. هذه الديليت بتروح تحذفه من الداتابيز مباشره، مش محتاجه بعد داتا لانه انا بدي احذف، فمش محتاج لاي داتا ثانيه. بعد ما يحذف يفترض برضه ايش اعمل؟ اراجع صفحه الاندكس، بس يخلص ريتيرن ريدايركت لهذه الصفحه. عشان نعمل تيست للموضوع هذا بدنا نيجي على ملف الاندكس تبعنا، بدنا نيجي هذا كيف نقول جافا سكريبت. لو انا عملت لينك اول شغله بدي يروح هذا اللينك على مين؟ على الادمن سلاش كاتيجوريز. هنا سلاش الاي دي، الاي دي مين حنجيبه؟ من بي اتش بي، من الكاتيجوري انا بلف عليه حاليا اي دي. هاي شكل الراوت، هذا الراوت حيكون عليه كلمة ديليت، وممكن اعطيه له تنصيب، فممكن اعطيه هنا كلاس بوتون وبرضه بوتون سمول وبوتون دينجر عشان ياخذ لون احمر. الشكل اللي حنشوفه هالوقت ريفرش سينتاكس ايرور، وين انا عندي سينتاكس ايرور في اللاين في الويب ناس يحط سيمي كولوم اكيد. تمام، لا خلاص احنا بدنا نرجع لصفحة الاندكس. هاي صفحة الاندكس، صار عندي هنا الديليت. طبعا هذا الديليت فعليا للراوت لو انا اضغط عليه يعتبر اللينك يعتبر جيت، فلما اضغط عليه ايش حيعطيني؟ حيعطيني صفحة مش موجودة، صفحة الايديت هذه. وهذا الراوت عشان يطلع ايديت لازم احط سلاش ايديت اول شغلة عشان يقال لي نوت فاوند. شكله فيش عندي انا كاتيجوري رقم واحد بس قال لي نوت فاوند. حتى الراوت انا كاتبه غلط، كاتيجوريز مكتوبه غلط او مكتوبه هنا في الـ في الاندكس انا كاتبها غلط. خلينا كده مره ثانيه نعمل باك ريفرش. لو طلبت الراوت، هذا الراوت اصلا بودينا على مين؟ على الشو. هذا راوت الشو. لما استدعي كاتيجوري سلاش الاي دي بطريقه الجيت، هذا الراوت تبع الشو. اي راوت الشو نفسه صح؟ يعني هو نفسه تبع الديليت، ولكن هذا بالجيت. اذا هنا فعليا انا مش بعملش ديليت قاعد، انا قاعد اعمل شو، واحنا في الشو كنا بس بنرجع البيانات هذه للتوضيح. طيب كيف بدي اخلي هذا يشتغل ديليت؟ بدي ابعت الريكوست بطريقه الديليت. تمام؟ عشان نبعت الريكوست بطريقه الديليت فعليا انا محتاج يكون عندي فور. لازم يكون عندي فور. فبدنا نيجي على الاندكس، بدي اروح اعمل هنا فور بطريقة البوست. هذا الفورم بما انه حيعمل تغيير يبقى محتاج السي اس ار اف فيلد بداخله، ومحتاج برضه مين؟ الميثود فيلد، لانه انا بدي اغير الاكشن من بوست لايش؟ لديليت. فبدي احكي له ميثود فيلد واحط جواها كلمة ديليت. هناك حطينا بوت في الايديت او في الابديت، هنا هنحط ديليت وهنحط هذا اللينك هاخده، بس مش هيضل اللينك طبعا، هحطه هنا
الاكشن تبع الفورم هو الاكشن اللي انا كنت حاطه في الاتشرف، يعني الاتشرف هذا هو اللي حيصير الاكشن تبع مين؟ تبع الفورم. انه حيروح على الراوت الديليت، هذا راوت الديليت. وطبعا اللينك هذا ملوش معنى ما يكون جوا فورم، فلازم يتحول لزر. راح احول هذا اللينك لايش؟ لبوتون. والتايب تبعه سبميت، انه حيعمل سبميت للفورم. تمام، وجواه كلمة ديليت والتذكرة تبعته سلاش بوتون. فصار عندي الشكل زي هيك. طبعا اجى تحت لانه الفورم يعتبر بلوك. انا ممكن اجي اعمل ايش؟ احكي انه هذا الفورم حيكون ماخذ كلاس اسمه فورم داش ان لاين. هذا في البوت ستراب، فبخلي لي الفورم يظهر كان لاين جنب بعض. وممكن نعمل شغله اذا اليوم يجوا جنب بعض انا اصفقهم. ممكن افضل حاجه احطهم في تي دي لحالي، يعني هذه التي دي الاولى بتعمل خليه جديده واحط الفورم في قلبها، وبالتالي هنا بدي ترويسه جديده في اتش عشان يكون متقبض. هاي عندي ريدت وايد ديليت، لان فعليا ديليت شغاله. لو جربنا نحذف مثلا الواتشز ابديت اخر واحده ديليت، ايوه حذف. نحذف اول واحده عشان لها بيرنت. احنا ايش حاطين؟ ريستريكت صح؟ حيعطيني رساله ايرور كانت ديليت اور ابديت بيرنت. روح اتفقنا لما يكون نوع الحق الريستريكت او الفورين كي ريستريكت بيمنعني احذفه طالما له ايش؟ ابناء. فالواحد فعليا هذا له ابناء، هيهم هذول ابناء لإله، فمنعني احذفه. لو كنا عاملينها كاسكيت كان حذفه وحذف ابنائه. يعني هذه في الكاتيجوري احذف هذا، وحيحذف الكلوثز والاكسسوارز وكذا، واذا وحيحذف الهاتس كمان. ليش؟ لانه الهاتس تابع لمين؟ للكلوثز. وانا كلهم حيحذفوا لو كنت انا عاملها كاسكيد، لكن هيك انا حميت نفسي انه بالغلط يكون حاذف كاتيجوري وهذا له ابناء. اي واحد مثلا الواتشز فيش لها ابناء، لا لها ابناء برضه مش حيربى. الهاتس ما لهاش ابناء، او الكوت برضه ما لهاش ابناء. لو انا حاولت احذفها برضه بتنحذف. اذا هيك احنا عملنا عمليه الحذف على هذا الكاتيجوريز. طب بالشكل هذا احنا بنكون وضحنا اللي هي العمليات الاساسيه وبنيناها بشكل كامل تقريبا. احنا هنا بس نتكلم على الاساسيات، لقيت في تفاصيل كثيره هنتكلم عنها كمان شويه في فيديو جديد هنعمله، اللي هو مثلا التكرار في الكود. انا عندي هنا مثلا الترويسه هذه، مثلا وانا عندي ترويسه معينه، انا هنا طبعا ايش في تكرار في الاكواد هنتكلم عنها. الفورم نفسه اللي انا استخدمته في الكريت والايديت هو نفس الفورم تقريبا، بس الفرق انه في الايديت بعبي بيانات. فاحنا وين في شغلات مشتركه بنحاول ايش؟ نحطها في شيء واحد ونستدعيه. خليني اوصل كيف. طيب فهذه كله حنحكي عنه في الفيديو الجاي، يعني بعد شويه.